انتبهوا ماما، امامكم اليوم فريقين للعبة كرة القدم. هاي الفريقين راح يمثلون الشخصيات الموجودة بدرسكم. درسكم الجديد لهذا اليوم رائد يلعب. راح نتعرف على شخصيات الدرس. فائز رئيس الفريق. نعم. اللاعب رائد. اللاعب قائد. أحسنت. رئيس الفريق علي. نعم. اللاعب. اللاعب فراس. اللاعب موسى. أحسنت. عندنا هاي الفريقين راح تبدأ لعبة كرة القدم، وانتو بعدين شجعوا لهم. يلا ماما العب. انتي صفقة للفريق.